خلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين علشان نتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة وباقي المحافظات ونسألها برضو سؤال حلقة. صباح الخير يا لم. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منة، وكل سنة وانت طيبة النهاردة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنة وانت طيبة يا لمي. ايه اللي جبتي الابتسامة دي منين؟ انت لسه في الفصل حالا، اول ما شفت الاغنية ابتدت عليكي الدمع. الاغنية دي بتعيطني بتفكرني بمشاعر كتير قوي. كل سنة وانتم طيبين. والحقيقة الأم دي الشخص الوحيد أو الكائن الوحيد بتهيألي اللي في الكون ما ينفعش نكتب عنه شعر ونقول هو ده اللي هيوفيها أو هيكفيها، ولا حتى ممكن أفتكر لها موقف ما وأقول أصلها ست عظيمة عشان عملت الموقف ده. أنا ممكن أقول كلامي أن أنت أم عظيمة وأم كتكوتة صغيرة في نفس الوقت، عندك تحمل مسؤولية وأنا كتير. بشهد بده على فكرة. أمي أحسن بكتير. أمي أنا فاكرة يعني أنا مثلا عمري ما جبت لماما هدية عيد الأم، تخيلي بقى، لانه كل مره كنت احاول اجيب لها هديه كانت تتخانق معايا وتقولي ما جبتيش ليه لنفسك حاجه، انا مش عايزه حاجه، وكانت تصمم ان انا ارجعها واجيب لنفسي حاجه. تخيلي مامتي طول عمرها وهي دايره فلكي وعايشه، ويعني عايشه حياتها كلها ليا، ودلوقتي عايشه ليا انا وابني، فما اظنش ان في حاجه ممكن توفيها او تكفيها، ولا حتى كلمه شكر دي حاجه بسيطه قوي عليها. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل الامهات اللي في الدنيا طيبين وكويسين ومسنودين وعايشين ببركتها. تقولي لها ايه من قلبك كلمه النهارده كده على الهواء قدام الناس؟ هقول لها انا بحبك قوي، وما تزعليش مني لو كنت زعلتك في حاجه، وربنا يخليكي ليا. ويلا نشوف نشره المحاضره. انت هتعرفي تقولي النشره كده؟ هتعرفي تقولي النشره كده؟ الموضوع هيقلب بقى نكد واحنا الصبح. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخلي كل امهاتنا لينا.